طيب ده فيما يتعلق باهم وابرز العناوين، لكن النهارده في مباريات مهمه جدا. اهم مباراه هي مباراه الدوري الانجليزي الوحيده النهارده في اطار الجوله الرابعه من هذه البطوله المثيره. ليدز يونايتد هيلعب على ملعبه مع ضيف هيكون تقيل قوي قوي وهو ليفربول. مباراه مهمه قوي لليفربول بعد ما خلاص في الصداره متواجد كل مانشستر يونايتد وتشيلسي بالاداء المبهر وتالق كل من كريستيانو رونالدو ولوكاكو. امبارح كل واحد فيهم جاب هدفين، فبالتالي على صعيد المنافسه بالنسبه للفريق فانت مهم قوي ان انت تكسب كليفربول عشان توصل للنقطه رقم 10. ومهم كمان ده تشكيل ليفربول هقوله لحضراتكم الاول قبل ما نتكلم عن نجمنا المصري محمد صلاح. تم الاعلان عن تشكيل المباراه الساعه 5:30 بعد دقائق من دلوقتي. اليسون في حراسه المرمى، رباعي خط الدفاع ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك و أندري روبرتسون. في نص الملعب كل من فابينو وتياجو الكانتارا اللي بيبتدي النهارده بشكل اساسي، ومعاه مفاجاه هذا الموسم بالنسبه ليورجن كلوب وهو اليوت اللاعب الشاب. وفي خط الهجوم الثلاثي ساديو ماني، دييجو جوتا احد اهداف الفريق، ونجمنا المصري الكبير محمد صلاح. نتمنى لهم كل التوفيق على المستوى الفردي. بالنسبه لمحمد صلاح فهي ايضا مباراه مهمه في اطار ايه؟ في اطار ان انت بتحاول تساعد فرقتك على ان هي توصل لعدد النقاط بالتساوي مع مانشستر يونايتد وتشيلسي، وفي اطار المنافسه المبكره على لقب الهداف. وطبعا المنافسه بقت اصعب بشكل كبير جدا لان رونالدو بقى موجود، فطالما رونالدو موجود فتقعد تعد اهداف براحتك. لوكاكو كمان موجود، الراجل كمان هداف كبير جدا، عنده 3 اهداف دلوقتي بعد الجونين بتوع امبارح. رونالدو عنده هدفين من اول مباراه بخلاف برونو فرنانديز اللي بعد ما جاب الجون الرابع ليه بقى متصدر طبعا ترتيب جدول الهدافين برصيد 4 اهداف. فمهم ان شاء الله ان نجمنا محمد صلاح ربنا يوفقه ويجيب له كام جون كده النهارده بالتحديد على الناس اللي مكابتنينهم في الفانتازي وانا واحد منهم. فده فيما يتعلق بالدوري الانجليزي. تعالوا نروح للدوري الاسباني واهم المباريات النهارده في هذه البطوله. الساعه 2 ظهرا اتلعبت مباراه اسبانيول مع اتلتيكو مدريد، واتلتيكو فاز بنتيجه 2-1 خارج ملعبه. الساعه 4 وربع ابتدت مباراه اوساسونا مع فالنسيا، والتعادل الايجابي حتى الان 1-1. اما الساعه 6:30 مباراه قادش مع ريال سوسيداد، والساعه 9 بالليل مباراه ريال مدريد مع سيلتا فيكو. ده فيما يتعلق بالدوري الاسباني. اما بخصوص الدوري الايطالي فالساعة 12:30 كانت أولى المباريات ما بين سامبادوريا مع الإنتر، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. كالياري مع جنوا، جنوا فاز 3-2 في مباراة ابتدت في تمام الساعة 3:00 عصرا. وفي نفس التوقيت في ماتشين تانيين اتلعبوا هما إسبيزيا مع أودونيزي، أودونيزي فاز 1-0، وتورينو مع ساليرنيتانا، وفاز تورينو بنتيجة 4-0. أما مباراة الساعة 6:00 النهاردة في الدوري الإيطالي فهي ما بين ميلان ولاتسيو، والساعة 9 إلا ربع مساء روما مع ساسولو. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات الكبرى العالمية.